أي قوة ضاغطة فرضت على فرقاء الصراع ولوج خارطة لتسوية تنهي الحرب في ليبيا؟ ما طبيعة التسوية التي توافقت العواصم الإقليمية والدولية على إنتاجها؟ هل تصمد ورشة السلم الجديدة في ليبيا؟ وما سبل ردع من سيعمل على تعطيلها؟ وهل من تدخل أممي عسكري يفرض على المتقاتلين في الداخل وقف العبث إذا لم يعد حاجة للخارج؟ ليبيا علامات الصفقة، نقاش أبعاد مع محمد قواص.